شوف يا سيد فيتوري، الجانب أول في البداية نتقدم بباقات الشكر والتقدير والاحترام لهؤلاء الشباب الذين يحملون المشاعل ينيرون بها الطريق بدل أن يلعنون الظلام. فهؤلاء نشد على أيديهم وندعو لهم بأن يوفقهم الله إن شاء الله ويجعل خطواتهم في ميزان حسناتهم بإذن الله، كما ننصحهم بأن يعطوا هذه البرامج حقها دون أن تكون على حساب الجانب التعليمي، وأن يكونوا قدوة وأن يكون نجاح حليفهم حتى يعطوا صورة جيدة لتستمر هذه البرامج، لأنها هي التي تغذي الشباب وتنقلهم من الجانب الركن السلبي إلى الجانب الإيجابي بإذن الله. بالنسبة للإدارات وهيئة التدريس نتمنى أن يحتضنوا مثل هذه المبادرات ويضعونها في مكانها الصحيح، مع مثل ما قلنا أن يضعوا لها جوانب تنظيمية، ولكن بإذن الله الجميع يكمل البعض، فلا نتكلم على طرف وطرف آخر، بل نتكلم على جسم واحد هو الجامعة.